شبكة مراسلينا موجودين في كل مكان، وفي لقاء مهم جدا كمان مع الزميل العزيز فاروق صلاح ومعاه شهاب الدين أحمد لاعب النادي الأهلي السابق. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم وتغطيه افتتاح الفرع الرابع للنادي الاهلي فرع القاهره الجديده، صرح جديد يضاف لاركان البيت الاهلاوي، ودايما النادي الاهلي امتداد واجيال بتسلم اجيال. معانا في هذه الاثناء واحد من النجوم اللي اخلصوا لقميص النادي الاهلي، كابتن شهاب الدين احمد، وبالمناسبه عنده امتداد ايضا لعائله شهاب الدين احمد، وهو احمد محمد او محمد احمد سعد ناشئ النادي الاهلي مواليد 2006، وايضا هو امتداد لعائله ويعني عائله الكابتن شهاب الدين احمد اللي خدمت النادي الاهلي، وهيكون لها امتداد ايضا في قطاع الناشئين. كابتن شهاب برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، وبنقول النادي الاهلي دايما اجيال بتسلم بعض. النهارده وجودك في هذا الصرح وافتتاح فرع للنادي الاهلي واعتزاز النادي الاهلي بابنائه وكل من اخلص وارتضى قميص النادي الاهلي في يوم من الايام. حبيبي فاروق، انا مبسوط ان انا معاك وعلى قناة النادي. طبعا زي ما انت بتقول كلنا بنفتخر ان احنا في يوم من الايام انتمينا للنادي، وان احنا فعلا يعني الفترة اللي احنا قضيناها بتبقى فترة من احسن فتراتنا في حياتنا الكروية، فربنا يديمها نعمة علينا، ودايما دايما بنفتخر ان احنا انتمينا للنادي زي النادي الاهلي ده بصراحة. يعني وجود فرع للنادي الاهلي في القاهره الجديده وعلى مقربه من العاصمه الاداريه، ودي اهم مشروع استراتيجي للدوله المصريه، شايف الامر ده ازاي؟ وشايف الدور التنموي والدور ايضا النادي الاهلي كاحد المؤسسات الوطنيه، الامر مش مقتصر على الرياضه فقط يا كابتن شهاب. لا لا لا، زي ما انت يمكن لو سمعت كابتن خطيب يمكن قال كلمه، قال لك احنا مؤسسه من مؤسسات البلد، ودي بصراحه النادي الاهلي دايما تحس ان هو عنده مبادئ، عنده اسس بيمشي عليها. فبصراحه يعني النادي الاهلي مش نادي رياضي فقط، لا بالعكس، النادي الاهلي زي ما بقول لك يمكن اللي اتربى فيه يحس بالكلام ده. النادي الاهلي بيأسس شخصيه بني ادم، بيعلمك، بيخليك ازاي تبقى شخص بعد كده لما توصل لمرحله انك لا شخص تبقى مسؤول، حاسس بالمكان اللي انت انتميت ليه. فزي ما بقول لك بتمنى ان شاء الله مش يبقى فرع رابع ولا الاخير، لا ان شاء الله مزيد من الفروع، ومزيد ان النادي الاهلي دايما يبقى فخر لينا كلنا باذن الله ان شاء الله. عائله شهاب لسه فيها طفل او يعني هداف كبير مواليد 2006 شيبه، وشايفه امتداد ان شاء الله يكون يعني يعوض تاريخ كبير جدا لشهاب، وايضا شايفه ازاي وتنصحه بايه وهو احد ناشئي النادي الاهلي مواليد 2006؟ لا هو دايما بكلمه دايما هو في نعمه كبيره، لازم يجتهد ولازم يتعب عشان اي حد بيتمنى ان هو يبقى مكانه، فلازم يستغل الفرصه دي، وبتمنى له باذن الله يوصل لاكبر حاجه باذن الله ويخدم النادي زي ما انا خدمته وزي ما كلنا في خدمه النادي، فبتمنى له التوفيق يبقى حاجه كبيره ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كابتن شهاب، وشرفتنا ونورتنا، وبيتك الكبير بيت النادي الاهلي. حبيبي فاروق، انا اللي مبسوط ان انا معاك حبيبي. تسلم. ده كان لقاءنا طبعا مع الكابتن شهاب الدين احمد، واحد من النجوم اللي ارتدوا قميص النادي الاهلي، واحد من ابناء النادي الاهلي يعتز طبعا بوجوده وارتداءه القميص النادي الاهلي، ووجوده النهارده في افتتاح فرع النادي الاهلي الرابع. زي ما قلنا النادي الاهلي دايما بيعتز بابنائه. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. فاروق شكرا جزيلا، زي ما شفتوا حضراتكم اللقاءات بتستمر، مشاركه كل الاهلاويه في هذا الحدث الكبير.